السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي صحباتي بنياتي وليداتي، ثم خوتي خواتاتي، ثم شوفوا، جيت اليوم باش ندير نقدمكم واحد الخل، خل فاح. هو هذا مصايباه هنا بيديا، خل التفاح هذا البنات، خل العنب الاسود هذا صنع يدي مصايبه انا ميديا هدايا. يا سلام البنات، هذا يا سلام، باقي غنوري لكم الطريقه ديالو كيفاش كنصاوبو. هذا من عام الاول عندي البنات، انا من عام الاول تاع هذا العام يلاه بديت كنصاوب ان شاء الله. ديروا جيم وديروا ابوني وتفعيل الجرس باش يبقى يدخل عندكم الجديد ديالي. هذا ديال العنب، ديال العنب الاسود هاهو. ثم البنات هذا ديال الرمان، تا هو ديال العام الاول ديال الرمان، خل الرمان تا هو يا البنات راه زوين. يا سلام، كله طبيعي، هذا ما فيهش شي مواد تحفيظه ولا شي حاجه، هذا ديال العام الاول. سمعتوا البنات، هذا ديال العام الاول، هذا ديال التفاح، هذا خل الرمان، هذا خل العنب الاسود منافيه تا هو. يا سلام البنات، يا سلام يا سلام يا سلام، انا كان قديتو وعمرتو هنايا وجيت نقول لكم المكونات ديال هذا الخل. يا سلام والله العظيم البنات، كاين دابا هذا الخل تاع الرمان، هذا شوفوا في هذا الخل تاع الرمان كنديروه للشعر ما تيخليش الشيب، والله البنات ما تيخليش الشيب، ما يخليش الشيب، يخلي الشيب ما يخليش الشيب، ما يخليش البنات الشيب الخل تاع الرمان. هانتوما تبارك الله، شوف اش كنا حنا كنديرو، اش كيديروا الناس، كيديروا قشور الرمان وكيدكوهم وكيديروا من الشعر ديالهم. هذا البنات خل ديري في البخاخ وترشي به شعرك، بغيتي ديري، انا عندي داك الكيشيط، داك التخت اللي كنقولوا لي حنا اللي تيشيط في التحت تاع خل الرمان كنديروه في الخريعه. يا البنات يا سلام، وكيرشوا به تيديروا بخاخ للشعر. هذا حتى هو اللي بغيت تشريه تخويه في بخاخ تبقى ترشي به الشعر تاعك، زيل تساقط الشعر وزيل فروات الراس وزيل الراس كي لا كان تيضرك، مي خل ما باقيش تشوفي الصداع ديال الراس ابدا تبن، والله البنات اما باقي تشوفوه ولا نجيبوه طبيعي بحال التعاونيات. تبارك الله راه موجود عند التعاونيات، كاين عند مالين تلقاي عند مالين هادشي اللي كيهاد العطاري اللي كيبيعوا هادشي التقطيرات وتيبيعوا، كاين واللي بها عندي انا في اكادير، ان زكان اللي ساكن في اكادير جي عندي مرحبا بيها، كنصيفطو لفاس، نصيفطو لمكناس، نصيفطو للدار البيضاء، نصيفطو للرباط، كنصيفطو لجموع المدن في المغرب وكيخرج حتى لخارج المغرب برا. نتوما البنات لاحظوا معايا، راه يا سلام حق الله العظيم، يا سلام عندي البنات، نتوما نوري لكم عندي هادي دابا، شتي هادي عندي، عندي الخل هذا، هذا شوفو شتو البنات، هذا داك اللي كيشيط الخل اللي كان يبقى ديال الرمان، صافو معايا كنديرو في البخاخة هذا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا بنات، كنديرو في هادي هانتوما، شتيو والله يا البنات هذه ما كتخليش الشيب، والله ما كتخليها البنات، شوف الصفوريه اللي كتلقاه ما كتخليش الشيب، هذه ما تخليش لكم الشيب في الشعر، وكتخلي الشعر يا سلام عرفتي الرمان، هذه ما تخليش لكم البنات شي حاجه في الشعر. ها
الله العظيم البنات راه يا سلام. وهذا الخل ديال العنب يا البنات حتى هو راه يا سلام منه مزوين بزاف. هذا الخل ديال العنب زين بزاف. عرفتي هاد بحال هاد المرضى دابا السخانه ما تيخليهاش، وبحال المخينزه هو اكثر من المخينزه. هاد الخل ديال العنب الاسود ما يخليش ليك الصداع في الراس، السخانه في البلاصه تطيح. البنات المشاهدين البنات اصحاباتي احباباتي في البلاصه، هذا خل رمان، خل عفوا خل عنب الاسود يا سلام ما تيخليش، كيساعد بزاف وتيساعد بحال كتحكي بين صباعك ولا كي داك الحكه اللي كتجيك للراس حكي تحكي 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 ديريها تهني منها عمرك ما تشوفيها ما تبقاش. هانتوما البنات انا شاركت معكم هذا الفيديو دابا، قلت اش بغيت ندير، اللهم نشارك معكم هذا الفيديو هذا. هانتوما هذا هو الخل اللي كنقول لكم خل الرمان، ها هو هذا هو داكشي اللي كاشط لينا داك باش غنبقاو ندلكو بقشر الرمان ونحنا معاهم. اللهم هانتوما هذا شتي هادي كنعمروها بخاخه تبقاو ترشو بها. هانتوما البنات بخاخه زوينه للشعر، الشيب ما تشوفوش مازال، والله البنات ما تشوفوش الشيب والله ما تشوفوه بالله. وانا شد هذه القرعه اللي كاشات ليا منها، هذه القرعه كاشات ليا منها تنخلي انا ملي كنخوي الخل تاع التفاح كيتسى كيبقى هذا. شوفوا كيدير اللون ديالو، راه الشعر زوين، الشعر زوين 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 بزاف بزاف البنات، ننصحكم به بزاف. زوين 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 يا سلام يا البنات يا سلام. ها هو البخاخ ديالو هانتوما البنات، شوفوا معايا الخل زوين طبيعي نقي، كنصوبو بيديا 100% طبيعي ونقي يا سلام. تتشربوا شي حاجه شوفوا تبارك الله الخل ديال التفاح، شوفوا هانتوما شتي الخل تاع التفاح تبارك الله كيداير هانتوما طبيعي، شوفوا اللون ديالو شتيه مزيان هانتوما. شوفوا البنات الخل تاع الرمان تا هو البنات، شوفوا هانتوما شتيه تبارك الله مزيان. هذا راه ديال العام الاول، ودابا نشارك معكم هذا العام، ودابا ندير معكم عندي الخل ديال كلشي، عندي الخل ديال بوعويد البنات، وعندي الخل ديال الخوخ، وعندي الخل ديال الهنديه، وعندي الخل ديال الدلاح حتى هو البنات، راني صايبت الخل تاع الدلاح غادي ان شاء الله نشركو معكم، والخل ديال الملون، والخل ديال جميع الفواكه عندي ديال حب الملوك حتى هو البنات راه حتى هو مصايبها محمره ان شاء الله يا ربي. وعادي نصايبو معاكم يديروا تفعيل الجرس باش يبقى يمشي لكم الجديد. وها انتم يا البنات، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. هذا راه خل زوين طبيعي، ها ديال التفاح انتم يا البنات، هذا الرمان خل الرمان خل الرمان بكل شيء، هذا الشيء مذكور في القران خل الرمان يا سلام. الشعر 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 يا سلام، وفيه منافع اخرى يا سلام. الرمان الرمان المعدة المصران الحرقات حتى حاجه ما تبقى. العنب ثم باقي غادي نوريكم الطريقه، وغادي نوريكم كيفاش كنرقدو، وغادي نوريكم كيفاش كنقادو، وغادي نوريكم كيفاش تنصفيه. انا جبت معكم دابا غير تشوفوا لاش كيليق، وغادي ندير لكم الصباغه ديال الشعر من هذا مازال ان شاء الله، غادي ندير لكم الصباغه ديال الشعر من الرمان ان شاء الله يا ربي طبيعيه بلا ما تدكو قشور الرمان بلا ما حتى حاجه. وغندير معكم بخاخ، غندير معكم بخاخ البنات، ها ثلاثة الخل
يا سلام يا سلام يا سلام، انتم مرحبا. شوفوا 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 انتم، شوفوا الخل يا سلام انتم. هادي راه بخاخ تاع الشهر تاع دخل التفاح، انتم تشوفوا لاحظوا انتم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. خوتي خواتاتي، الله يهز علينا هاد البلاء، والله يهز علينا هاد المرض يا سيدي يا ربي، الله يهز علينا يا سيدي يا ربي، الله يشافينا ويشافي وليدات وليداتنا ويحفظكم ويستركم ويستر جميع أمتي محمد أجمعين. يا الله البنات ديروا تفعيل الجرس باش يدخلكم الجديد ديالي، ان شاء الله نبدا معكم الخل ان شاء الله بجميع الفواكه. الخل الخل العنب الابيض راني درته ان شاء الله رقدتو، غادي بين من الليل حتى ثاني دابا غادي نوريكم كيفاش كيتصفى كيفاش كيكون راه خليو على السنين والميني. يا الله البنات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد.